السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا اليوم عن نبي الله نوح عليه السلام. أرسل الله تعالى نوحا عليه السلام إلى قومه بعد أن ظهرت فيهم الضلالات والجحود بالله، فكان أول رسول يرسله الله تعالى إلى الناس في الأرض. وقد جاء عن ابن جبير وغيره أن قوم نوح كان اسمهم بنو راسد، وقد كانت بداية عهد قوم نوح بالجحود بالله حينما عبدوا أصناما كان قد بناها من قبلهم من الأجيال لرجال صالحين منهم تخليدا لذكراهم بعد مماتهم. وقد بقيت تلك النصب فترة من الزمن لا تعبد، حتى إذا هلك ذلك الجيل وذهب العلم اتخذ الناس تلك التماثيل أصناما يعبدونها من دون الله تعالى، فبعث الله فيهم نوحا نبيا ورسولا. دعوة سيدنا نوح عليه السلام. بدأ نوح عليه السلام بعثته بدعوة قومه إلى الإيمان بالله والتوحيد وإفراد العبادة لله تعالى وحده، وذكر لهم فائدة اتباع أمره وطاعته في غفران ذنوبهم وإمهالهم إن هم آمنوا بالله ورسوله إلى أن يحين أجلهم الذي كتبه الله لهم. وقد دعا نوح عليه السلام قومه باستخدام شتى الأساليب حتى يؤمنوا بالله. قال تعالى على لسان نبيه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. صدق الله العظيم. وفي هذه الآية وصف لحال قوم نوح حينما كان يدعوهم نبيهم إلى الإيمان، حيث كانوا يفرون منه ويجعلون أصابعهم في آذانهم كي لا يسمعوا كلامه، كما أنهم كانوا يتغطون بثيابهم مصرين على جحودهم ومستكبرين في عنادهم. دعا نوح قومه سرا فيما بينه وبينهم كما دعاهم علنا بصوت مرتفع، وأمرهم باستغفار الله تعالى، وذكرهم بعاقبة التائبين المستغفرين حينما يرسل الله عليهم السماء متتابعة بالرزق الوفير، ويمددهم بالأموال والبنين، ويصير أرضهم جنات وأنهارا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. صدق الله العظيم. ثم ذكر نوح قومه بعظمة الله تعالى التي تتجلى في خلق الإنسان أطوارا، حيث يبتدئ خلقه نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم يخلق الله العظام ويكسوها اللحم. وقد قابل نوح عليه السلام دعوته بالعصيان والمخالفة والإصرار على ما هم فيه من الجحود والضلالة، ومكروا لنبيهم مكرا عظيما. دعاء سيدنا نوح عليه السلام على قومه حين استيأس منه. ومن دعائه ما جاء في قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. صدق الله العظيم. أي أن يطبع الله تعالى على قلوبهم بضلالهم فلا يهتدوا إلى الحق. ثم قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك أن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. صدق الله العظيم. أي ربي لا تترك الكافرين على هذه الأرض، لأنهم إن تركوا أضلوا الناس عن سبيل الحق، ولا يلدون إلا الذي لا يؤمن بدينك ويجحد نعمتك. وقد أكدت قصة نوح عليه السلام على أن النسب والقرابة والرابطة الزوجية لا تشفع لصاحبها، وذلك إذا أصر على الكفر بالله تعالى والصد عن سبيله. فقد ضرب الله جل وعلا في كتابه العزيز مثلا للذين كفروا، إذ كانت كل من امرأة نوح وامرأة لوط في عصمة نبيين صالحين من عباد الله، وكانت عائلة زوجة نوح عليه السلام تعين قومها على زوجها حين كانت تتهمه بالجنون، إلى جانب أنها لم تؤمن بدعوته، فكان ذلك الأمر بمثابة خيانة لزوجها، ولذلك استحقت تلك المرأة العذاب من عند الله تعالى مع من كفر من قوم نوح، ولم تنفعها رابطة الزوجية مع رجل كانت مكانته عالية عند ربه في دفع العذاب عنها. فكل إنسان مسؤول أمام ربه عن نفسه. معجزة سيدنا نوح عليه السلام.
كانت السفينة هي معجزة سيدنا نوح عليه السلام، حيث أوحى الله تعالى إليه أن يصنعها، حتى إذا جاء أمر الله وفار التنور الذي كان مصنوعا من حجارة، علما أن الله تعالى جعل فوران الماء منه علامة على مجيء أمره. وقد أمر الله تعالى نوحا أن يحمل على السفينة من كل شيء حي زوجين ذكرا وأنثى، ولم يثبت عدد الذين حملوا على السفينة في الكتاب أو السنة. ثم أبحرت سفينة نوح بهم عبر المياه المرتفعة تدفعها الرياح الشديدة، مشكلة بذلك ما يشبه الجبال في علوها وعظمتها. وروي عن ابن كثير أن طول الماء بلغ 15 ذراعا كما ورد عند أهل الكتاب، بينما ورد في رواية أخرى أنه بلغ 80 ذراعا. ويشار إلى أن سفينة نوح عليه السلام كانت مصنوعة من الأخشاب، فقد بدأ نوح عليه السلام صناعة السفينة بأمر الله تعالى، حيث جلب الأخشاب وصنع من مادتها الألواح، ثم وضع الألواح بجانب بعضها وثبتها بالدسر أي المسامير. وكان قومه كلما مروا عليه يسخرون منه لصنعه السفينة على اليابسة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. صدق الله العظيم. وتجدر الإشارة إلى أن زوجة نوح عليه السلام وابنه كانا ممن تخلف عن ركوب السفينة، وذلك بسبب كفرهم وعصيانهم لنبيهم، حيث دعا نوح عليه السلام ابنه إلى ركوب السفينة قبل أن تبحر في المياه، وكانت دعوته لابنه لعدم يقينه من كونه أحدا من الكافرين الذين كتب الله عليهم الغرق في الطوفان، ظانا بعودته عن الكفر. وقيل إنه كان يأمل من ابنه أن يراجع نفسه فيلتحق بالمؤمنين في السفينة، إلا أنه رفض الاستجابة لنداء أبيه بالانضمام إليه، والتجأ إلى المعزل الذي ظن أنه سيحميه من الطوفان بعيدا عن أهل الإيمان، معتقدا أنه سينجو. إلا أنه لا عاصم من أمر الله في هذا اليوم العصيب سوى من كتب الله له النجاة برحمته. عقوبة قوم نوح. كانت عقوبة قوم نوح الذين كفروا الغرق بالطوفان بسبب خطاياهم، ثم عقوبة النار في الآخرة. وبعد أن نجى الله نوحا ومن معه استوت سفينته على الجودي، وهو جبل في الجزيرة كما روي عن مجاهد، وروي عن الضحاك أنه جبل في الموصل.